برنامج اجتماعي كي يسمع لكم وكي يساعدكم على حل مشاكلكم. على أثير راديوكم. معنا اتصال من عند سليمة من مدينة ستات. ألو سليمة. ألو ابتسام، بغيت نشكرك بزاف. من نهار حكيت مشكلتي في البرنامج وراجلي تيعاملني مزيان، وهذا هو الهدف من البرنامج، نحافظ على الأسرة المغربية ونصفي القلوب. مخرج البرنامج كيشير لأنه كاينة مكالمة. ألو، صباح الخير ابنيتي. مولاي الدار لاباس؟ شكرا محليمه. ايوا حنا كنعديو ابنيتي. شنو دارت امينه في داكشي؟ عافاك ابتسامة بنتي لما هضري معاها. انت كتقيلي تحلي مشاكل الناس. وانا عافاك الا ما فكيني من هاد المصيبه. واش كتقول هي؟ اش كتقول ابنتي؟ كتقول لك منو ما تخلق. عافا بنتي انت راكي كتعرفي تهضري، هضري معاها وحاولي تقنعيها. اما انا اللي حليت فمي، كتقول لك ما باغياليش الخير. ياك ما كتغوتي عليها ام حليمه. لا لا بنتي، انا بديت غير بالسياسه، وراكي عارفه بنتي كمونيه. ايوا، وهاد السيد اللي بغات تزوج به كي داير؟ شرفت شارفين، الراجل عنده 65 عام غير في الوراق. اما اللي كنعرف انايا راه كبار من هاد الشيء. وي شحال عندها؟ ويلي وحدي ما عندهاش حتى 22 عام، يلا قفلتها وقالت لك باغيه تتزوج راجل كبر من باها. ولو كون كان يا بنتي بقى لها باها بالحياة، كون عنده 42 عام. أويلا أم حليمة، على الشيطان. 46 عام. أم حليمة. إيوا خليها بنيتي 50. إيوا هكاك. إيوا أم حليمة اسمعينيش غادي نقول لك. نعم. راه هاد الوقت ولينا كنشوفوا هاد الحالات بزاف. راه بزاف ديال البنات اللي تحرموا من الحنان ديال الأب. وكيكبروا، شنو كيفكروا شنو كيحسوا؟ كيقولوا أرا نتزوجوا بواحد كبر منا. قد الفلاش ديال باهم باش يعوضوا مع داك الحنان اللي ما عاشوش في الصغر ديالهم. راه عادي هادشي ام حليم. كون كيصحاب لي كون تزوجت انا نيت وجبت ليها راجل اللي دق والديها عمود. والمهم ام حليم انا مشيت. نعم. ما تنسيش تصيفط لي امينه نهضر معاها. واخا واخا، يلا بالسلامه عليك ام حليمه. ايوا لا يختك عليا لا البنات. امين انت لا يختك عليا ام حليمه. نعم. فراسك خاصك تعاوديها بشي تزويجه. ايوا داكشي اللي بقى لينا. سلامة ام حليمة. سلامة بنتي.
اهلا ابتسام. صباح النور. بخير؟ الحمد لله. انت بخير؟ على خير؟ الحمد لله بخير. شكرا. شكرا. صباح طارق. الحمد لله. بونجور. 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 صباح الخير حياة. صباح كل شيء مزيان؟ الحمد لله. كل شيء على خير؟ ربنا لا يخطيك. الحمد لله. شكرا. مدموزيل ابتسام؟ وي. هاد البوكي د فلوغ جبته لك واحدة من المستمعات. اوه سي تري جونتي. راه على كارت الداخل. ميرسي حياة. صباح الخير عليكم. سيمو صباح. سيمو صباح. سامي صباح. هلو عاوتاني الورد برك عارفه كيف ديما. ابتسام واجده؟ واجده سيمو. يلا على بركة الله. شنقال؟ قالوا ابتسام برنامج اجتماعي كيسمع لكم وكيساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم. سيدتي سادتي أعزائي المستمعين صباح الخير عليكم. معكم ابتسام وبرنامجها ألو ابتسام. أول ما غادي نبدأ به البرنامج اليوم هو شكر، شكر كبير لسليمة من سطات على هذه الباقة الجميلة ديال الورود، وكان بغي نقول لك ألف مبروك والله يكمل عليكم بالخير. أما الموضوع اللي غادي نتطرق له اليوم هو تحت الطلب، اللي هو موضوع التعايش. التعايش بين الحمات وبين زوجة الابن اللي في غالب الأحيان يخلق مشاكل كبيرة اللي نقدروا نتفادوها إلا عرفنا كيفاش نفهموا بعضياتنا. مخرج البرنامج كيشير لأنه كاينه مكالمة. ألو 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 ابتسام. تفضلي. لالا مرحبا بك، كنسمعوك. الاسم الكريم الله يخليك. انا كاف غين من محمديه. مرحبا بكاف غين معنا، تفضلي كنسمعوك. سمحي لي ما نقدرش نقول السميه ديالي كامله. هذا حقك، هذا حقك، ماشي مشكل. انا عندي 26 عام، مجوجه هادي عام وراجلي. كنسمعك لالا، راجلك ماله؟ راجلي ما نقدرش نكمل، ما نقدرش، ما عرفتش. اسمح لي ما نقدرش نهضر. الو الو الا كتسمعينا عافاك عاودي الاتصال بينا، خذي وقتك كامل ولكن عاودي الاتصال بينا، حنا كنتسناوك. زرات بارك الله عليك. ميرسي. باي باي. فاطمة زهرة ديما عافاك، هذيك السيده اللي عيطات قبيله وما قدراتش تكمل الهضره ديالها، واش عاودت عيطات؟ عيطات مي ما كانتش باغا تدوز في لونتين، طلبات مني الرقم الخاص ديالك. عطاتيه لها؟ لا راكي عارفه بلي ما عنديش الحق نعطيها لها. والرقم ديالها هي ما خرجش عندك؟ لا في مرات بجوج فين عيطات كان بني ميغو بريفي. واخا ميرسي فاطمة زهرة. باي باي.
عيطتي على السيرفور؟ ومالك عندك الغباشه؟ احلام طير ما عندوش فين يجي لي سكتي الله يرحم باك. هاي ابتسم فين اختي تعطيلا؟ ما كاين لا تعطينا لا والو. راه يلاه يلاه صافا بخير لاباس عليكم؟ جينا صافا ما والو. ويلي مالاش واقع عاوتاني؟ على ماشي مالي نضرنا صافي حطوا التاريخ ديال الجواج ديالي. ومالاش فيها بالعكس هادشي كيبشر بالخير. ولا بقى لها شهرين. شهرين واش عرفتي شنو هي شهرين؟ شهرين يعني 60 يوم يعني 180 وجبه كامله دسمة. عاد داكشي اللي كنقنق انا هكا دي فوا. وليني شوفي سمعي انا كاع الا صمت كاع هاد الشهرين كاع شحال غنطيح كاع 36 غرام الا طيحت غنطيح غير مره ودنيه ولا شي حاجه غنضحكوا. ولكن انا شوفي ها حلوفي يا حتى تخشف ديك الكسوه اللي غتخلي لي مرت خويا حاكم دابا تشوفي. وشوفي لالا انا حلفه بهاد حلوفك هذا نيت انا اللي غنعاونك باش تخلي بديك الكسوه. بصح فاتين عرفتي شنو بان ليك انا واحلام غنتفرضوا لك في شي كسيوه ولي كينسي هاد الحماق عافاك. بيبا ديالي ابتسام الكبيده ديالي احلام راه ما بقاتش فيه هادشي اللي نفرض كاع درتو لالا ديك دارت ديال السيمانه وجمعتو لي 2400 ريال وشريتو لي الكسوه راه ماشي هو هذا المشكل. فين كاين المشكل؟ والمشكل على داك الرجال اللي غيهزوني انا في العماريه تقليدهم ماشي عليا. شاد الهضره ديال العماريه بعد العماريه دي مودي دابا المراه كتهز في القلب فوق الراس وانا عندي لك الحل. شنو هو الحل؟ شتي دابا غتدخلي بالعماريه فيها الروايد. اختي شكوكوا عليا قالك ندخل بالعماريه فيها الروايد ماني غادي للسبيطار نحيد الحجر من المراره. خبرك واحد القضيه خاصك تعرفيها راه كاين اللي كيقلب على طاي ديالك براق الناشف وما كيلقاوهاش. شكون هما هادو؟ اجي بعدا انت يا احلام اش خبر القليب؟ غسكتي على داك القلب وما هز ما عاودلكمش. هادي 4 سنين وانا حله فمي فيه بحال هكا متابعه وكنموت ونحمق عليه. جا عندي اليوم وسولني واش يلاه بديتي تخدمي في لاكلينيك ضحكي معاك. لا لا بالحق بصح انا عزيز عليا هذا النوع. هادشي الطبيب هذا اللي قالت عليه انا احترمته. شي وحدين راه غير دير لي غير بنص عين بحال هكا يلصق فيك اللصقه ياك لاله. نقولوا الاخلاق وانا عاجبني دوك الاخلاق والعينين فين هما؟ انا ما نتشافش انا ترونسبارونت. شتي هاد خوينا هذا اللي قلتي عليه بحال هكا هاد الكاتيجوري ديال الرجال مزوج هذا ما تقوليش لي. لا 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 ما مجوش عندي دواصه كاملين. ايوا ملي ما مجوش والله حتى ملغج. ملغج شنو هذا ملغج؟ ولي علاش شنو هي ملغج؟ ملغج هي مكل مسحور مديري اللي طلاميس في شي قبر مدفون. لا لا هضره يا فاتن قلت لك ما تبقاش تهضري بحال هكا راكي غتزوجي حشومه كاع شنو ملغوج ملغوج شي كاع. حاولي تحسني مستواك شي شويه والله يخليك. اوبس صحاباتي ولاو كيقولوا لي حسني المستوى زعما انتوما منين جايين من لهيه؟ باباز ايوا انتيا كاين شي تخربيقات في داك القلياب شي حاجه جديده هي راه كدور دور دور وكنبان لها غير انا. باوي الحق انا نبغي نموت ونتسطى ونعرف شكون غيدير لك داك القلب. اش غادي نقول لكم انا المشاكل اللي كنسمع في الراديو راه خلاتني نفكر 1000 مره ونضرب 1000 حساب قبل ما نبغي نعرف شي واحد. وحتى الا بغيت نعرفه خاصني مده طويله اختي باش نفهمه ما نطيحش في الغلط. انت راضي ضربي الفكد في راسك وضربي بشي تجوجه قالك بلاتي عليا حتى يوليو هازنك في الكروسه وطيح لك الفم وتولي فيك العمش. الله يستر اختي برا ولباس عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. جيتي في الوقت. واحد جو دورانج سون سكر عافاك. انا عافاك دير لي جو دو سيترون وزيد لي فيه جاجون ما يكون فخي عافاك. سيترون لمن ليك؟ لا انا لي ان كافي الونجي. جو دو سيترون لا هي ديتوكس يلاه تحيد داك الشويه ليه. حبيبه ديالي صاحبتي كتفكر فيا زعما هكا بقلب على الله يخطيك عليا. بون اوبلي تجيب لي انا سيدي واحد البلا ميكس ديال الشاورما. واحد كاس شباني زعزع فوق منه الكركاع وكثر العسل. يا ربي السلامه. حيجة قال لك باغي تدخل في الكسوه ديال مرت عاكي. وعرفتي شوفي كيفاش كنغزل لك كلي راه جوست لي ستريسي والله ما حسيتش بيا نتوما كاع. يا لطيف يا لطيف. أمينة أنا بغيتك غير تجاوبني على واحد السؤال. كيفاش كتشوفي راسك من هنا 5 سنين؟ الله أعلم باش غنعرف. ربي هو اللي كيعلم الغيب. لا أمينة راه ممكن تعرفي إلا شفتي شنو كتعيشي اليوم وشنو باغا غدا تقدري تعرفي. وهادشي راه ماشي شرك بالله يا أمينة هذا راه احتمال مبني على دراسة. ما عرف ما عمري ما فكرت في راسي كي غنولي من هنا حتى عام. لا امينه فكري خاصك تفكري. شوفي شحال في عمرك انتي وشوفي شحال في عمره هو. والسيد مزوج 3 ديال المرات امينه. تخيلي معايا فين غادي توصلي من هنا 5 سنين. غادي تلبسي البيض غادي تشدي حق الله وغتولي مدعيه مع ولادو في المحاكم مجرد رينك.
دابا شنو بغيتيني ندير اختي ابتسام؟ لا امينه ماشي انا اللي نقول لك شنو ديري، خاصك انتي تعرفي بوحديتك شنو ديري ونعاودو نهضرو. خدي وقتك كله امينه، هادشي راه مصلحتك. خليتك على خير، نمشي باش ما نتعطلش على الوالده. يا هجمت عليك هكا، ما خصني نهضر معاك، عندي مشكل. ماشي مشكل، تقدري تصيب البرنامج وتقولي لنا شنو المشكل ديالك ونكون استفاده للجميع. ماقدرش ماقدرش نهضر في الراديو. علاش ماقدرش نهضر في الراديو؟ شنو المشكل؟ ماقدرش غير اسمعني. اللي كتشي هو ولا شافني دابا كنهضر معاك يقد يقتلني؟ شكون؟ واش راجلك؟ عرفتي شنو، اجيت عرفت الطوموبيل باش نهضرو في راحتنا. واخا جوجنا من بعد قصة طويلة. قلت مع راسي هذا هو الراجل، كيبغيني ومهلي فيا، يعني مثقف ميسور. شوية شوية بدا كيطلب لي نخرج من الخدمة. قلت ماشي مشكل، صبر. شنو كنتي خدامة؟ كنت في لا برودكسيون في السينما. عرفتي كنت كنبغي خدمتي بزاف، كنا كنسافروا وكنت كنتلاقى بنا. ما كانش كيحسب لي غير يسمح فيا هكا وخرجت.
شوية شوية بدا كيبعدني على صحابي والناس اللي قرابي. تحولنا كاع المحمدية من تما ولا عندي الدخول بالوقت والخروج بالوقت. عرفتي النهار الأول اللي حط عليا يدي فيها حلفت بنعاود نرجع، خرجت من الدار. الحق تبعني وبدا كيرغبني وكيطلب اعتذر، وحتى خويا رجعني ليه قال لي جونغ ماشي مشكل. من تما وانا كناكل العصب بالسبة وبلا سبة. عندك بعش وليدات؟ هادي عام باش تجوج كنت حاملة ولكن درت فوسكور. عرفتي علاش؟ كترت العصا كترت العصا. العصا وشنو هاك نتا؟ العصا وشنو؟ شنو كتسناي؟ واش كتسناي تصفي لك حياتك عاد تهناي؟ انا بغيت غير نفهمك مناش خايفه. خايفه منو؟ اه كنتي خايفه منو كنتا بصح كون هربتي بجلدك. فين غنمشي؟ عندي خويا واحد جوجو عنده حياته، شنو بغيتيني ندير؟ كنزة اسمعي وفهميني مزيان شنو غادي نقول لك. البلاد راه ما فيهاش الفوضى والعيالات دابا راه ولاو عندهم حقوق. واش عرفتي شحال من جمعيه كتدافع على هادشي ولا ما عرفتيش؟ راه بزاف كنزة راه يوقفوا معاك ويسمعوا ليك وكلمتك تكون مسموعه عندهم. انا ندير لك محامي بيدي ولكن ما تسكتيش على الظلمة كنزة. ما عرفتش لكن راني عييت وخايفة. فرح 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 فينك 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 فرح فرح فرح. الو وي فرح صافا لاباس عليك؟ معاك ابتسام تريسي. صافا بخير كلشي مزيان. وحنا اختي مع الخدمه راكي عارفه لا روتين. فرح اختي عافاك محتاجه ليك. اجي بعدا قولي لي واش باقا خدامه في الجمعيه؟ باقا معاهم. مزيان محتاجك اختي في واحد السيده معنفه من طرف راجلها. لهلا يخطيك. دونك صافي غدا ان شاء الله الصباح نكون عندك مع العشرة ونص. صافي ميرسي لهلا يخطيك. ميرسي ما شيري. بيزو باي باي بسلامة باي. سيدتي سادتي أعزائي المستمعين، كنزة يا كنزة. شتينا منك والله تنقولها لي نمشي عنده هكا فاس ونقولها لي اللي بغى يوقع يوقع. شنقول له؟ غنمشي عندو غنقول ليه اه فلان انا كتعجبني شي حاجه ولا دافع عليا شباب غالي عياقه هادي زعما تواضع معنا شويه او
لا ولا ما نقدرش. ما تقدرش واخا اختي، وبقاي بحال هكا هكا، بقاي مكالمي حتى شي نهار ويجي يقول لك فوالا حبيبه كنقدم لك المدام. ناري توقع لي والله تنتسطى. ايوا شنو، احمدتك يا ربي وشكرتك على ولد خالتي. حق الله الا زعما فهمتي، انا ماشي كنبغي شي بغو ولا شي حاجه، ولكن كنتوحشو ملي كيمشي يخرج من الدار هاك يكون في الدار. وفاتين لا اختي، نحمد الله على ولد خالتي. ويلي عارف عليا كلشي، عارفني شكون كنلبس، شكون بغي ناكل، عارف طاسيلتي، عارف دارنا، نبغي نخرج ما نبغيش. كنت شوفي هاد الطبيب ديالي تاعنا، عرفتي كيحمق، عرفتي كي تجي مع ديك الطابليه. ايه وفين مشاو؟ اش كاين تما، شي حاجه جديده ولا شي نصيب؟ شكون هذا؟ شنو سميتو؟ فين تلاقيتي؟ عاودينا كلشي ولا باغا تخبي علينا؟ هرني وراسكم. عرفتي هذيك السيده اللي سميتها كنزه؟ ايه واش كنزه ديك السيده اللي كان كيعنفها راجلها مسكينه مالها؟ واش عقلتي فاش درت معاها رونديفو في الجمعيه؟ راه 5 ايام هادي ما كتجاوبنيش، راني مخلوعه عليها، خايفه عليها، علم الله شنو واقع لها. تلقاي تصالحات مع راجلها وانت هزه الدبيله بحال هكا. وزدتو فيه، والسيده حره بغات تجاوب ما تجاوبش، واش شغلكم زدتو فيه؟ راه المشكله انها ما حراش فاتين، راه شي هو اللي زايد خلعني عليها. انت ما كتعرفيهمش، كياكلوا العصا حتى كياكلوا في الاخر تقول لك احقا نجمع الشمل على حشومه راجلي تجراسي. راك عارفه ديك الهضره خاويه. ناري ولد خالتي انا بديت تسيف عليا ولي هيب عليا ولي بغى يشنضني ولا شي حاجه مشخله. والله يا بابا طونسفير لا مورك. شوف انا فين وانتوما فين، شكون هذا اللي قدر يزعم عليك؟ هو مالو مسطي؟ ما نعرف اختي، الله يزعم حتى يشرب العصير بالله. ثلج. مالك كنزة؟ شو واقع؟ كي تحرك شو بعد شي حاجة؟ خصني نمشي. وش بعد شي حاجة؟ أولي من وجهك صافي من بعد غنشوف وجهك. ولو صافي من بعد غنشرح لك، غير تحركي عافاك. علاش تخافي؟ حنا هنايا باش نسمعوا ليك. سميتي كنزة، كنزة غريب. مناش تخافي، راكي سمعتي المحامي شنو قال، غير كوني هانيه كلشي يكون بخير. والله العظيم انا كنت باغا نكون معك، ولكن راكي عارفه غدا عندي الطياره لتونس، ما عنديش كيفاش ندير. السيمينار عندي فيه سيمانه وباغا نزيد شويه، والله القسم الا هادي عام ما خديتش كونجي. ميرسي ما شيري. احقا شوفي ما تنسيش غدا تمشي لابواط دو برود. ايه راني هضرت مع المنتج، وراه تصاب كيعرفك وراه تعاطف معك بزاف،
ما تخافيش بلاستك عنده، كوني هانية. مرسي ما شاغل هلا يخطيك، مرسي. حتى انت يا حبيبة ديالي، انت الله يسهل عليك. مرسي، سلام. اش تعطينا؟ سولي هاديك ما بغات تجي حتى تجمع هذاك الشيء. هذاك الشيء ما سميتوش داك الشيء البنت، سميتو نعمة الله سبحانه وتعالى. جلسي. ها هي جلسات. كاين شي غدا؟ كاين لالا السوشي والسوب شينوا. السوشي؟ شو الفم اللي تيقول السوشي؟ مال الفم اللي كيقول السوشي؟ دابا دا غدا ولا ضحوكي ولا شنو؟ فهمتي دابا امادام علاش جبت انا هذا الشيء؟ اصلا هاد الماكله ما كانتش ديالك. ماشي ليا انا. شت صبعي تماك. كنضحك معاك. ام حليمه راه ما مشات تطيبات لينا الغدا. شنو دارت؟ طيبات يا لالا طويجن بالحامض. زيديني. والزيتون. مصير. مخير. معلمه. وشتي هاي البيتزا تخسر. تبقى كتخسر. شوف حبيبه ديالي لا سوب شينواز والسوشي والبيتزا كلشي ا امبورتي. باقيش حاجه في الثلاجه؟ شي كويزدات يا البنات. ها شتي الجلسه ما تحلى الا بكويزدات. ياك ها المعقول. صوينيه وحدها واحد الطبسيل باش نحط فيها الباتيسري سي تي فو. مو جو فو بيان هذيك ديال الكوك. واغي ما بغاش تجيبو غندير لها حال انا غدا وكنوصي. ولا تنعرف غتكون شي حاجه دو لوكس سميت غتكون شي حاجه بالضبط. تنعرف ذوقها هي البريفير لو بلون. نو لو نوار. نوار فن. لا سمحي لي تنعرف ذوقها وحاج. نو اختي انا جو بريفير لو نوار. عرفتي كيجي منين اللي كتبقي تاكلي معاه شي حاجه سخونه؟ كيفاش تاكلي؟ علاش كتهضري؟ وانت علاش كتهضري؟ كنهضر على العريس اللي غتجي معاه من تما. الله يعطيك الخلا عقلك غير في الرجال. انا جو باغل دو شوكولا. الله يعطيك الخلا نتيني اللي كتفكر غير في الماكله في الشوكولات. فاتين احلام. الله يسلمك. بوسه. وحشتك بزاف. بخير صافي. فينا هو فينا هو؟ عرفتك انت علاش كدوي هوا شوكولا نوار ديالك باش ما تحسيش ليا الصداع الراس. عرفتي ضربها على الماكله. ويلي سيها فراس. ديها فراس. صافا بخير الحمد لله. كي دازت تفرح شكون بزاف والله. تحنا اش نقولك خليه يصح. فين هو العريس؟ انا عريسه ويلي. العريس اللي كنت غدبر عليه من تونس. لا صاحبتي انا بقى لي غير العريسه ويلي. انا علاش شايفه اجي تفقدك زيد البولس على قلبك تيكير وتقال. جربي. حرام عليكم البنات. حشومه عليكم غير حشومه عليكم كتحقر. اخر مره رحت لباريس. اخر مره تسحي لي الكوفر. صباح الخير سيمو. غبور هادي توحشناك. انت انا توحشتكم بزاف بزاف. توحش لاغادو. توحش المشاكل ديال الناس. توحش كلشي. ابتسام كنت وحشتيني ومشي الصوت وتخلينا. ياك اسامي ياك عقلت شنو كتقول؟ سمعتيش كيقول؟ لا والله كنهضر معاك بصح. رجعت من تونس تليت شويه مع العرس ديال صاحبتي فاتين وصافي بقيت في الدار وما درت شي حاجه جديده. ولكن راني ما نفكش ما نتفكش من هنا ما نفرقكمش. مزيان لالا يلا نتوكل على الله. يلا بسم الله. يلا تيتانا دونسي ميت ماشي. الابتسام برنامج اجتماعي كيسمع لكم وكيساعدكم على حل مشاكلكم على أثير راديوكم. سيدتي سادتي معكم ابتسام دائما وأبدا عبر إذاعتكم المفضلة. بالنسبة للناس اللي كيتسألوا شنو سبب الغياب اللي دام شهر كامل كان بغين كل يوم كانت عطلة عادية جدا. وشكرا على سؤالكم واهتمامكم. أما بالنسبة لموضوعنا ديال اليوم فهو غادي يكون عزوف الشباب على الزواج. بغينا مكالماتكم تكون كثيرة. تحكيوا لينا إلى سنكم فات الأربعين ولقين صعوبة في الزواج أو حالتكم المادية ما كتسمحش.
فاطمة زهرة في الصندوق كتقول لي بلي عندي مكالمة. الو الو ابتسام. الو هاد الصوت كنعرفو، كيف غين الله؟ كنزة غريب من المحمدية، انا اليوم مبقيتش خايفة نقول سميتي قدام الناس كاملة. حاليا انا مقيمة في ورزازة لظروف العمل، حيت كنشتغل في ميدان السينما. انا اليوم ما عيطتش باش نهضر على مشكل، ولكن بغيت نستغل البرنامج باش نشكر ابتسام. ابتسام الانسان اللي عاونتني نرفع صوتي ونقول بركة. انا كنت مرة معنفة، وبفضل ابتسام انا اليوم مرة حرة، كنعيش حياتي كيف بغيت وكندير اللي بغيت، ورجعت المهنة ديالي اللي كنبغي. وكنتمنى كل النساء اللي كيسمعوني اليوم وكيعيشوا بحال الظروف اللي دزت منها يخرجوا الالم على برا، ما يسكتوش. الحمد لله بلادنا فيها جمعيات كتهتم بالمعنفات، وفيها عدل كيرد لك حقك. شكرا ابتسام، شكرا بالصح حيت عاونتيني. شكرا ليك كنزة، شكرا لكاع النساء اللي كيحاربوا، او النساء اللي كيناضلوا وكيدافعوا وكيكونوا ضد العنف. اكيد كنبغي نشكركم كاملين وحده بوحده. على كل شيء، على حسن الاستماع، وشكرا لأنكم نساء حرات. صباحي يا لالا. وي هذا اللي درت هاد الزبله هادي؟ مفهمش. انا اللي دخلت لك في الطوموبيل، سمح لي بزاف، ما درتهاش بلا عيني. كيفاش ما درتهاش بلا عيني؟ مفهمش. لا ما درتهاش بلا عيني، ولكن بيني وبينك كنسحب ليا انت مولات الطوموبيل كدرتها بلا عيني. باردون. شوف انا درت الغلط، بغيت نصوب لك الطوموبيل، هادشي اللي عليا. كيفاش تصلح هاد الغلط؟ الا بغيتي تمشي معايا نصوب لك الطوموبيل، عند واحد تريسيان كاين ليها، يلا معايا. نو ميرسي، ما عنديش الوقت، غنصوبها بوحدي. ما يمكنليش نخليك تدخلي للدار والطوموبيل تضربها بحال هكا. والله والله ماشي مشكل. الله يخليك. سي با غاف. سي غاف كما يمكنليش نخليك تدخلي للدار وانت عندك سينيال خاسر. لا سي با غاف، غير حاجه واحده اللي بغيتك ديرها. ندير اللي بغيتي. شوف لك شي اوتو ايكول، دوز لك شي سويعات زايدين، ما ربما تعلم تصوب مزيان. واخا لالا. سادتي سادتي أعزائي المستمعين، صباح الخير.
واش نقدر نعرف شو واقع هنا؟ اه المدام صوبت لك الطوموبيل. شكون قال لك تصوب الطوموبيل؟ اه شكون اللي قال لي نصوبها؟ هذا انا اللي صوبت لك الطوموبيل، حيت كنت عارف ما يكونش عندك الوقت باش تصوب بها. ولا نتكلم وزيدون ما جاتنيش نصيفط مرة بحالك للكراج وعمر بالرجال بصاص في با. اسمحي لي على هذيك المرة. ميرسي عبد الغني. نعم كلشي على ما يرام. كلشي على ما يرام مادام صوبتك الفيروج. قول لي كيفاش قدرتي تصاوب فيروج الطوموبيل مسدودة؟ قدرتي تصوب فيروج الطوموبيل مسدودة؟ هرس الشاشة النورانية وكشيت يديها وصوبتها. سير المهنة. سير الله يعاوني عامك. سير سير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اسمحي لي اسمحي لي بزاف. الطوموبيل ضربي على حسابي أنا رضيت بحال خرج من لاميزون. شوفي أنا ما غاديش نمشي من الحزو إلا غاز بجيت الشاي معايا. ما تمشيش غتلقاني موصية لاساس. شي ما تبغي شي حاجة قولي على حساب ابتسام. لا كنهضر معاك بالمعقول. أنا باغي نعاود نشوفك. تقول لي ما مات تما بيت لك هنا هنا ابقى بيت هنا. وانتي شنو لبس هادي ولا هادي ولا هاديك ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي Bonsoir. Allez. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Allez, salama. Allah yislamak. Merci. Je t'en prie. وخا تسطلتي عليا شويه عرفتك غادي تجي. مزيان تكون تايق في راسك واحد شويه. هادشي ما عندو حتى علاقه بالثقه في النفس. غير هو قلت مرا زوينه بحالك ما يكونش كون قلبها ديال الحجر وغادي نبقى فيها غادي تجي تشوفي. اه بون. والله العظيم الا سحب ليا ما غاتجيش بالله القسم. اوف. شفتي قريتي بوحدك. وشتي بعد انت ضحكتي. أول مرة كنشوفك ضحكة. إيه وأنت اللي خليتيني نضحك يمكن. هضري لي شوية على راسك. شنو بغيتي تعرف؟ كل شيء. هادي لا راديو الدار، دار لا راديو، مكاينش زعما شي حاجة سبيشال. كاع ما فهمتي. ماشي هادشي اللي باغي نعرف. شنو بغيت تعرف؟ اللي بغيت نعرف هو واش عندك شي واحد في حياتك؟ ماشي عندي وطلبت منه الإذن باش نجي نشوفك. واش كون كان عندي شي واحد غنقدر نجي نشوفك؟ الحمد لله دابا يلا تحلات لي الشاية واحد شوية. ناكلو؟ ناكلو.
Oui. Hey, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Chouïa. Alors, chouïa? Je te fais chic. Aoutani. Où est-ce que tu as le téléphone pour que je me sente à l'aise? ما تنساش راه غدا عندي لا راديو. تقدريش ديرها؟ شنو اللي ما نقدرش نديرها؟ تقطعي لي التليفون. سي نقدر. تقدريش؟ سي نقدر. والله ما تقدر. قلت لك نقدر. ياك نقدر. وريني عند يديك. اوكي. شتي قلت لك ما تقدريش ديرها. اش واقع خلاتيني عليك؟ وقع والو صاحبتي تجي فاتي نقول لكم بجوج. وانت ياجي شنو درتي في هذاك المشكل؟ ما عاودتلكش راه درت داكشي اللي قلتي ليا. دخلت فيه في باركينغ. ايوا يعني زعما دخلت فيه في الطوموبيل. لا عرفتي تجاوبني؟ جاوبك بقى كيغوت كيغوت تقلق بقيت كنبرد فيه ما فهمت حتى حاجه. قلت له سي با غاف غادي نصوبك الطوموبيل. عاد بقى كيغوت عليا في الاخر قلت له انا خدامه معاك في لاكلينك. عرفتي تجاوبني؟ جاوبك قال لي خصك تمشي تشوفي الدكتور محسن. شنو الدكتور محسن؟ ايوا هو الدكتور ديال العينين عندنا في الكلينيك. وبقى عيرني تاع عيني في الاخر قال لك خصو بزز منو يدير كونسلت. اه غايقول لك ما كتشوفيش زعما. ناري بقيتي فيا بقيتي عطيكو كانت فاتين كون بقيتي فيها ديال بصح. هيا جات. هيا جات. اهلا اهلا اهلا. مالكي؟ شتك صفره؟ ما مالكيش اختي. غير هاد الايام ما شكيت عليك عرفتي خاطري مروعه. مالك شواقة؟ ما قدرتش نفيق صافي. يا اختي خميره خميره. اجي نقول لكم شبان لكم ناخذ شي حاجه ناكلوها نهضروا. شوف ما تبقاش تبدلي احسن الماكله بعد اولا حيدي لي هذا العصير من هنا خاطري ولات مروعه صافي ما تبقاش جبتي لي هذا الهضره ديال الماكله. مالك اويلي البنات عندي لكم واحد الخبر. من هنا 9 شهور قل 4 سيمانات كما قال لي الدكتور انا ولد خالتي غيزاد عندنا واحد الدري غيبدا يقول لك انت خالتي احلام وانت يقول لك خالتي بجي حامله والله والله فرحت لك بزاف ولكن شوفي انا اللي غنقبلك. اش انت غتزيدي ولا الدنيا امبوسيبل تخرجي ليا ليها لا اختي اسمحي ليا. ايوا انا ندير لكم شي خبر واحد اخر. شنو جلال؟ مالو طلبي دير الزواج. ولي 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 مبروك 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 مبرو
لا لا صحيح. أويلي مالها؟ مالها حاملة وانتي مخطوبة وأنا ندير كونستا سعد. وفينك صاحبتي ويلي هذا كله شهر العسل؟ ورجع رجع ليا حنا توحشناك. ها شوفي ملي ترجع عيطي لينا ضروري صافي. يلا بيزو. صبر نحل لك الباب. صبر باقي حمق. باقي حمق. باقي حمق. صبر نجيب الحوايج. جاي لا فاليز ديالي. صبر نشد الكفر. ميرسي. وي بيان سو حبيبه ديالي. حتى انا توحشتك بزاف بزاف. لقيتينا يلاه دخلنا دابا. باقي لي فاليز ديالنا في الباب. اه بيان سو حبيبه ديالي. علاش لا؟ لا نبغي. علاش ما نبغيش؟ غير خاصني نشوف مع جلال على وديت بروغرام ديالو ونرد عليك. يلا حبيبه ديالي بيزو. تشاو تشاو. باي باي. احلام هذه يا جلال. ديما احلام. كتعيط لك حشك 10 دقائق تعيط لي جلال. الحمد لله اللي دخل معايا الصراحه. واش غادي دير دابا؟ طلع لا شومبر دوش خضر ما مشيتي دويشه تاع مزيانه. اوكي ونهز الصباح ما كاينش اللي يهضر معاك. داكشي اللي لقيتيني غنجي. يلا باش. ولكن شنو باغي ندير واحد اخر؟ باغي نشد علينا هاد السيمانه ديال الكونجي اللي بقات لنا ونرتاحوا واحد شويه. سبور رياضه تشوف نور بوزون طوسي. والله كيبان لي بحال نسيتي باللي راني خدامه غدا. خدامه غدا؟ صافي دغيا طلعت لك فراسك جلال. تعرف انه ما عمرك طلع لي فراسي. ولكن انا الخدمه ضروري خاصني نخدم. علاش ما ديريش سيرتيفيكو ميديكال؟ نديرها. ولكن باش غنقول لهم مريضه؟ قول لهم مريضه. ابتسام. ابتسام الهضره ما كايناش الخدمه. كنهضر معاك بصح كنتفلاش. جلال. وي بونجور شيري. شتي على الحداقة وشتي الفطور؟ صباح حبيبة ديالي. صباح الحمد لله. كيف جاكاش؟ ما عنديش الوقت باش ندوق. خاصني نمشي للخدمة حيت مشى الحال. بيزو. راه هضرت معاهم في الخدمة قلت لهم ما جاياش اليوم. اليوم ويعطيوك السيمانة حتايا. ما فهمتش كيفاش؟ مع من هضرتي؟ مع الخدمة ديالك. قلت لهم راه كي ما جاياش اليوم. مع من تشاورتي؟ شيري البارح حضرت انا وياك ياك قلت لك باغي نبقى معاك نرتاحوا واحد شويه. انا كونجي علاش انت تمشي تخدم؟ ما عندها حتى شي معنى. غير شويه في دارك نجلس انا وراجلك واحد شويه نضحكوا ونتذكروا ونتكلموا. جلال راه ما يمكنش البرنامج عندي مباشر. راه ما يمكنش لي ما مشيش. دابا دخلنا عليك بالله الا ما درتيش هذا البرنامج اليوم ولا سيمانه ولا شهر ولا عام اش غيوقع كاع؟ اش غادي يوقع؟ خلوهم يطلقوا شويه ديال الاغاني وبدوا هذا البرنامج هذا صداع على الراس مشاكل ديال عباد الله. اللهم لا غادي ولا المشاكل ديال الناس. مزيانه عندك هادي. دابا الاغاني احسن من المشاكل ديال الناس. وي نستاهل.
شنو هو الدين ديالي اللي انا كنبغيك بغيت تبقي معايا في الدار؟ شنو هو المشكل؟ هذيك راه الخدمة، راه ماشي اللعب. تخسر في القضية ابتسام بان ماشي الناس كاملين كيبغيو يفتحوا المشاكل ديالهم في الراديو. علاش ما ديري لك شي محل؟ علاش ما ديري لك شي كابيني وتدخلي الناس عندك وتحل المشاكل ديالهم؟ ما تخلصيش كاع انت. فور انا راني منشطه اذاعيه ماشي طبيبه. انا ما كنفهمش في داكشي. علاش ما ديريش كوتشينغ؟ دير الكوتشينغ، ديك مزيانه كوتشينغ. ابتسام كوتش ابتسام قبل لي والو جلال، ما بقيت عارفه والو، محتاجه نفكر في هذا الموضوع. انا محتاجه جوج حوايج، جوج ديال الامضاءات، سيناتور ديال الاستقاله ديالك من الراديو ياك، وسيناتور واحد اخر ديال المطر باش نشري لك المحل. واللي غلات عليك راه خاصتي عليا. لما تهزي لها من المحل، واش غالية ولا ما غاليش؟ هادشي ماشي شغلك. المحل ضربي عليها. وي سيمو صافا، لاباس عليك؟ صافا الحمد لله، ها حنا مأدين وصافي الحمد لله. كيفاش؟ لا واش متأكد؟ لا لا عادي عادي سيمو عادي، حتى انت ما ديرش في بالك سيمو عاف. يلا باي. صباح الخير، انا صبت لك طاس ديال التاي. مالكش كي ماشي هذيك جلال؟ واش في اخبارك؟ شنو داروا ليا؟ عيطوا ليا على راديو دابا. داروا ليا ابوندون دو بوست، قال لك غادي يعوضوني برنامج ديال الجمال والموضه. سي نورمال؟ سي با نورمال يا جلال، راه خاصهم يصيفطوا لي استفسار بعد 3 ايام ديال الغياب، ما وصلنيش. علاش؟ وا 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 نسيت، نسيت ما قلت لك واحد القضيه ابتسام. راه جا استفسار من الاداره ديال الشغل وانا نشرك. شركتي؟ شركت والدي. ما فهمتش علاش استفسار بسميتي؟ خاصك تعطي لي انا جلال. بسميتك ولا راجلك؟ حبيبه ما بغيتكش تقلقي، واش مرات جلال يصيفطوا لها استفسار؟ صافا بوب مزيان. مدرب صحيح واش كيفاش يشوف باطمه؟ ما فياش جلال، غير سير بوحدك. كيفاش ما فيكش؟ سيد كيتسنى من الصباح ديري المحشو وما نخليوك يتسنى. لا غادي تمشي، تمشي تشوف فيه البرطما، و الا عجبتك و هذاك ما عجبتكش تشوف البرطما واحده اخرى. ما فيهاش، ما فيكش. نوضي لبسي حوايجك. يلا يلا. Thank you.
ابتسام ما عجبتينيش. ما ماليش هادي البارطمان التالتو اللي كنشوفو انا وياك وكتخرجي مقلقة ياك ما عجباتكش؟ شي عجبتني ولكن راه قلت لك راسك يحرقني ما قادراش. شوفي عندي واحد سير صاحبي عنده دار زوينة. جلال ما فياش راسك يحرقني بغيت نمشي سي توبلي. تخلي تنكد من هضرتي واخا نبدا. دير مع السيد صاحبي الله يتعيقتي بزاف بزاف كاع عيقتي ديما انا معايا او جلال تخربي دي. كنت واجل ليك ايوا من بعد كيفاش هو من بعد كتفلا اختي كتعرفيني باش دو معايا بحال هكا عندك الحق بصح ما قدمناش لك راسنا فاتين احلام صاحبه ابتسام ايوا من بعد الشرفه كيفاش هو من بعد نورمالمون الناس اللي جونتي زعما في هاد الحالات الناس ديال الجواد كيقول لك مرحبا دخل دخل شرب واحد الحنظل ديالاتي واخا انا ما غاديش ندوقوه لك بغينا نشوفو ابتسام. سمعيني يا طومي جيري ابتسام مرتي اليوم وداكشي ديال الخروج والدخول وخيطي بيطي مبقاش منه عطيو هاد التيساع واحد شويه. واش هادشي اللي قال علينا انا وياك؟ قالك انت خيطي بيطي. لا دابا شكون اللي خاطي وشكون اللي بيطي؟ فيك بجوج ديما خارجه علينا. اجي هذاك بيطي اجي. واش فراس كان والله ما متيقاش اللي دار لينا هاد خوينا هذا وهاد تاع السجل اللي استعطنا راسنا به انا والله ما يهمني لا هو تنتي لا 10 بحالو اللي بقى فيا الحال هو ابتسام. واش صاحبتي ما بقات عيطات ما بقات صيفطات ميساج ما بقات فيبات ما والو سي با غاف قالك لي درك بخير درقيه بحال هكا ما تزيديش فيها عاوتاني ابتسام واخا هكا قرقرت معنا من بيت الثالث نسيتي ايوا راجلها راه زيرها حتى العصر ما حضرناليش ما عقلتيش هذاك الطفل بقى حاصل في عنقي انا انا شي ما دخلش ليا لعقلي انا كنفكر نمشي عندها للراديو باش ما نجبدش لها الصداع نيت معاه بغات صاحبتنا تبارك الله ما بغاتش الله يعاون هي اللي غتخسرنا اصلا لا الراديو غتمشي لها بوحدك انا ما غنمشيش معاك بارك علينا هادشي دوزنا اليوم صافي استات مدام يلا نمشيو بحالتنا اي بصح نيت مشى الحال خصني نمشي نوجد ولد خالتي ما ياكل ديري الصمت Thank you.
فهمتش. ما كان الابتسام الشك ماشي هاديك كنت لاباس. ما فهمتش. ديرها مع البنات وتعطلو. البنات؟ البنات ها. اين البنات؟ كيفاش كل البنات؟ احنا مفاتين شكون غيكونوا؟ قلت لهم يدوزو مورايا للدار باقي ما جاوش. ولله احلى مفاتين راه دازو قبيله فاش كنتي كدوشي. ايوا ايوا صدرتهم. صدرتيهم؟ صدرتهم لانك انت مادام ملي كيجيك حرق الراس ما كتبغي تشوفي حتى شي واحد، ما كتبغي تهضري مع حتى شي واحد. انا نتصنت لك. واش انت شويه لاباس جلال؟ اسمعي يا ابتسام، باش نكونوا متفاهمين انا وياك، هاد الدار هادي داري. الا بغيت نشوف فيها شي واحد نشوفو، شي واحد ما باغيش نشوفو ما نشوفوش. وهاد لو بوان هذا ما تعاودش ترجعي معايا فيه، باش نكونوا متفاهمين. اوكي. ايوا سيدي، هاد الدار هادي منين دارك؟ انا غادي نخليها لي. كديري؟ غادي نمشي بحالي. تمشي بحال فين غتمشي بحالك؟ ما تمشي لتا بلاصه. يا قلتي دارك انا غادي نخليها لك ونمشي بحالي. سمي واحد القضيه. انت هي ديالي وندير بك اللي بغيت. انت يا مريض وخاصك تمشي للدواء. انا مريض. انا مريض. استني المره الجايه تهضري معايا بحال هكا، ولا ما قداتكش هادي نعاود لك وحده اخرى.
شاش مرة كتسول الراجل فين كان؟ شغلك؟ ولكن علاش سديتي عليا الباب؟ سديت الباب لأنه الدار داري، نسدها نحلها نحرقها إلا بغيت، كاع ماشي شغلك. هادي دارك ودير فيها هادشي اللي قلتي، ولكن أنا ما خصنيش نكون فيها، أنا بغيت نمشي في حالي. الدار داري وبحال اللي قلت لك البارح، انت يا مراتي مندير بك ما بغيت، فهمتيني؟ جلس من اليوم ما بقاش صافا بدمياج غادي للدار، بلاصتك في الكوزينه، ناضي صافي في الدار. انا من العائله، انا ويا بحال هكا. لا ما فخباركش؟ لا ما فرنسيش. ابتسام ما بقاتش هنايا. شنو زعما مشات تغدا ولا شي حاجه؟ لا ما بقاتش هنايا، ما بقاتش خدامه بصفه نهائيه. لا واقيلا ما كندويش انا وياك على نفس ابتسام، غير بلاتي انا كنهضر على ابتسام اللي كدير داك ليميسيون ديال الو ابتسام. هي يلاه ابتسام تخيسي عليها كنهضر، ما بقاتش خدامه هنايا. كيفاش ما بقاتش خدامه؟ انا ما فهمتش. راه حتى حنا ما فهمنا والو، حيت ما شفناهاش باش نفهموا منها. غير رجلها اللي عيط للاداره وقال لهم بلي ما غتبقاش تجي تخدم. الاداره صيفطات ليها استفسار، وملي دازت الوقت القانوني وما بانتش داروا ليها ابوندون دو بوست. رجلها وي رجلها. اوكي ميرسي. جاوبي احلام فينك؟ بغيت نشوفك تهضر معاك ضروري. واخا يلا يلا نجي عندك. صافي غنجي عندك ونعاود لك بشويه. يلا خصك عام باش تصوبي القهوه. ولا ما كتعرفيش تصوبيها؟ اللي مكنتيش كتعرفي تصوبيها مشكل كبير. هذا بالحق عندي لك واحد الحل، علاش ما تعيطيش واحد البرنامج كيدوز في الراديو وتقول لهم الو كنعرف نصوب قهوه الراجلي؟ خليني نمشي بحالي احسن ليك يا جلال. ما عندكش الحق تحبسني وما عندكش الحق تضربني. شنو اللي كنتي كتقول لهم في الراديو؟ دافعوا على حقوقكم، ما تخليوش الرجال يهزوا عليكم يديهم، ما عندهمش الحق يديروا، ما عندهمش الحق يفعلوا. وعيطهم دابا يفكوا. هو جلال اللي عرفت، فين هو جلال اللي بغيت تزوجت به؟ فين هو؟ مازال مشيتش البارح، هذاك هو النهار الاول اللي عرفتي. تعرفي واحد القضيه، كاع ديك الرشه اللي حرشتي وعيالاتو إلا ما خرجتهاش منك أجيب سقيني. وشتي هنا ابتسام، هنا هنا غادي ندفنك إن شاء الله. القمر فجأة سال ربنا كذا كنت تسلى على حدا البحر شربت شنو معشوقنا في المواج. سكتي هضري بشوي، من الناس كيشوفوا فيك راكي زعما مرا. هذه الطريقه باش يهضروا بها العيالات. ما تبقاش تقولي لي مرا، انا يلا تزوجت. طلعي داك الزواج ديالك اش كاين؟ خلعتيني
ابتسام. مالها؟ لك كلمه ابتسام تلقات راديو عمرها ما غادي ترجع لك. ولا كتهضر على راسها؟ ما يمكنش. ابتسام لي ميسو هي حياتها، وجاوب بزاف لي بروبوزيون بزاف لي كابينو رفضاتو. ما يمكنش تقول. ولا انا عاد الصباح مشيت عندهم للراديو سولت داك الريسبسيونيست، قالت لي بلي راجلها هو اللي عيط لهم وقال لهم ابتسام ما غاديش تعاود ترجع للبيرو. راجلها اش دار لهاد الهضره؟ ولا علاش دار لهاد الهضره؟ انت ركزي معايا شويه. راجلها راه هو اللي قال لهم ابتسام ما غاديش تعاود ترجع للبيرو. ولا انت داك النهار جاك داك الميساج في شكل عادي؟ الميساج اللي وصلني منها هي ولا منه هو؟ حيت بيني وبينك داك الميساج ماشي ستيل ديال ابتسام، وما يمكنش هاد البنت تبدل في شهر واحد. برافو عليك، دابا وليتي كتجيني شويه ذكيه بزاف عليك. المهم حنا من هادشي كامل خصنا نمشيو عندها. مش عاوتاني عندها باش ما يخليناش ندخلوا. لا لا داكشي ديري بوحدك. غنمشي انا وياك لعندها، حتى انا بيني وبينك هذه الهضره هذه ديال انها ما بقاتش في الراديو ما دخلاتش ليا لخاطري. خصني نمشي ونسمعها من فمها هي، وحنا اصلا ما غاديش نسناو هو يقول لنا دخلوا ولا ما تدخلوش. غنخليوه حتى يخرج وغادي ندخلوا حنايا عندها، حيت انا بيني وبينك ديك الهضره ما جاتنيش لوجيك كاع. خصني نسمعها من فم ابتسام ونشوفها بحال هكا عاد نطيق. كتموت على الشوها ولا لا هادشي ما غنديروش معاك دابا؟ انا شوها وجات معاك. شو عندو ما خليناش ندخلو. ها
غنتسناو الا تيجيو غندخلو. وعندك يكون مشو حنا باقيين كنتسناو فيه. وا غنتسناو حتى يجي كاع ويعاود يخرج وعاد نمشيو ندقوا عليه. المهم انا ما غنمشي من هنا حتى نعرف شنو كاين. وعندك وبركه. ما قدرتش اختي نصبر غنمشي نشوف شنو واقع. وين هو جاي؟ وين وشحنا دابا فهادشي ديال حنان امي وما عرفت شنو. زيدي شويه عليها على شفتي انت اللي دازت بها. سكسي زيدي ما عمرنا نخليوك حبيبه والله. شويه عليها. باسم جلاله الملك وطبقا للقانون حكمت المحكمه حضوريا وعلنيا على الضنين جلال الطلباوي بسنتين سجنا نافذه وغرامه ماليه قدرها 500 درهم مع تعويض للمطالبه بالحق المدني قدروها 5000 درهم مع تحديد الإكراه البدني الأدنى. رفعت الجلسة. سيداتي سادتي أعزائي المستمعين، عارفة راسي أنه غبت عليكم فترة اللي هي طويلة بزاف. توحشكم، توحشت رسائلكم،
توحشت كل حاجة دوزناها مع بعضنا، حلوة كانت عمرها. ولكن اليوم رجعت، ورجعت باش نتقاسم معاكم فترة من حياتي، فترة اللي هي صعيبة بزاف. شفت فيها شي حوايج كنت غير كنسمع عليهم، عرفت معنى الخداع، معنى الإهانة، الحقرة والضعف. حسيت بشنو كتحس بيه المرأة المعنفة. ولكن عرفت كذلك معنى الصداقة، معنى الحب، معنى العدالة، ومعنى الحق. ما كان شنو عشتيه، خليك قوية انتي بنت اليوم، وخليك متفائلة انه غدا غادي يكون حسن من اليوم، وناخدو اول اتصال. مخلص